احنا وقفنا في المحاضرة اللي فاتت، عملنا تصميم هندسي للقبة شكل دور واحد، وبعدين تطلع فوق الدور ده. هنا بيكون في محطة، ويكون في مبنى، مباني هنا عشان بس ما ننساش، ممكن نجيب أي مبنى أو أي شقة صغيرة ممكن نحطها، أو أي عمارة مثلا عشان أفتكر بس المكان ده هنام فيه مبنى ويبقى فيه مجمع. السبب ان المكان ده يكون فيه لغز مثلا، شخص يخش جوه بيت يجيب مفتاح لحاجة معينة، اي حوار بقى بتاع على حسب القصة اللي انت هتألفها للمشروع بتاعك اللعبة. طيب، وممكن واحد يغطس بقى، ينزل البحر ويعمل بقى شوية يعني حركات يعني جميلة قوي، وينتحر، او ناس يهربوا من عصابة وينزل البحر ويعوم، يعني هنعمل حاجات جامدة قوي. طيب، منها على طبقها فوق شوية كده، في الجرافيك هنا عالي شوية، مش مشكلة، أهم حاجة جت إيه في المنطقة دي كده خلاص. هنعمل برضو مرتفع تاني، كوبري زي ده كده، كوبري زي ده تاني، عشان يعني واحدة زي ده تاني فوق. وبعدين لسبب برضو، وبعدين خليها تسرح بقى قدامي، هقول لكم ازاي بقى. ومش هيبقى فيه طبعا وقت، مش هيبقى فيه طبعا تصميم جديد يعني، اهو نطلعها كمان فوق سنة. انا عندي مشكلة اصلا في الجهاز بتاعي، تعبان قوي. طالما انا جيت كده كده تحس ان كروتة صح؟ اقفل دي كده، اظبط البوزيشن بتاع من المنطقة دي. هو البحر كده اتلغى ليه؟ في حاجة انا بصرف حاجة ولا ايه؟ البحر متلغاش ولا حاجة، الحمد لله. خلينا ندوس هنا في الاكس، محركة الاكس الظاهر انا نسيت يعني بنقص، ممكن لغاية اللاند او لغاية البحر. طيب، ادوس كنترول رقم 3، اظبط ايه الارتفاع بتاعها او الابعاد. يعني كده شوية، أنا ممكن أستخدم دي. طبعا دايركشن حاجة سريعة استخدمها، طلعها. ولعلمكم كل حاجة ليها سبب، يعني ليه الارتفاع دي ليها سبب، ولازم الإعدادات دي تنزل تحت عشان تحس فعلا كوبري، مع إنها في اللعبة مفيهاش مشكلة. طيب، نحاول ايه نطلعها فوق. ولازم طبعا نخلصها، نجرب كوبري، نجرب عربية ماشي عليها. طيب، دي نوع ماشيين سنة سنة. خلينا نشوف، أنا عايز أنزل الإكو تحت، أنا محتاج برضو مساحة للتصميم. لا لا، خليها كده على جنب، ليه كده تهيس جامد قوي. اقفلها وافتحها من أول وجديد. كنترول كلوز، أنا عايز أظبط الأبعاد والمسافة بتاعتي. أروح أعمل الواي واعكسها كده عشان اقدر اروح، اقدر اتحكم بالزوم بتاعي. المهندسين بتاع الكباري دلوقتي هينبسطوا قوي، احنا بنعلمهم حاجات اوروبا بقى، اوروبا ويابان وحركات كده. كنترول 3،
من غير تريقة، بس الحاجات دي هتشوفها في النهاية. علم عليها كنترول دي، مش عايز اقول ابلاي عشان اي حاجة ما تطبقش على الحاجات التانية. خلاص كده شوية، وانت شايف بقى ايه؟ احنا شايفين مش بس حتة صغيرة، نتعب نتعب حاجتين بالظبط. طب بص، انت لو عرفت طريقة خلاص خلصت، مش ناقص في حاجة تاني. هظبطها بس ايه من الناحية دي، الأبعاد دي عشان أعرف الدايركشن بتاعها يمين وشمال، هي عايزة ايه تتاخر كده شوية، وعايزة ترتفع كمان يمين وشمال من ناحية الزد. عايزة بقى ترتفع شوية. طيب ممكن اخرها واشوف الارتفاعات المناسبة ليها. طيب تقريبا هو ده الجزء المربع، شكل المايه حلو قوي هنا، لازم تجرب جميع الابعاد. انت بترسم على الكمبيوتر، ترسم كوبري حقيقي على الكمبيوتر. عايز اتاكد بس من الارتفاعات هنا عشان فيها مشكله ولا لا. لو هنا امين خلاص، اشغل العربيه دلوقتي. هنا لازم تروح على الغرفه دي وترجع تاني. انا ببص في الصوره اللي تحت، ببص انا على الصوره اللي تحت وببص على الصوره اللي فوق في نفس الوقت. ازاي بقى؟ ما اعرفش، شويه من شويه هنا كده وشويه هنا كده. العربيه اهي، في لو بص على الصورة فوق هتلاقيها طالعة فوق، خليها تحول يمين شوية كده. وصلت النهاية، يهمني ترجع تاني، رجعت تاني خلاص يبقى كده حلو. وعايزة ترجع بالراحة، ورجعت ومفيش ايه اي مشاكل، يعني شغلانه قياس صح. بعد كده في نوع تاني برضه هنستخدمه، انا مش فاكر كانت هي شكلها ازاي، فلازم ارفع البروجكت بتاعي اعمل اعاده ضبط المصنع. لا ممكن احطها هنا كده، كان بيجي وراها كده شوية حاجات، ممكن اعملها سمبل اشوفها كده، مش عارف اشوفها كده، لازم ارجعها تاني. برضو استخدم هو ده اللي عايزه، متأشر عليه اصلا جاهزة. طيب خلينا نروح بقى للمنطقة بتاعتنا. بعمل عليها زوم هنا. طيب هنا هيبقى في نفق تحت الميه، هو ده اللي احنا هنصممه بس في محاضرة قادمة ان شاء الله، بعد ما نخلص شوية حاجات في المحاضرة دي. طيب ده البرج اللي هنحطه هنا، طلعه فوق، اديله تيشن بتاعه 90 درجة. طيب اطلع 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 كمان. ده بقى لما خلصنا هنعمل له 20,000 كوبي بيست لغاية ما نوصل نهاية الطريق ونوصل نهاية المحطة، بس مش هنعمل له محطة، هو كفاية بس كتر خير ويوصل ايه نهاية طريقه بس. وممكن تعمل له سكيل، بس مش عايز اعمل له سكيل عشان يبص معايا، دي عايزة تعملها روتيشن من ناحية ايوه كده،
ولازم يكون مستقيم. ممكن اسحبها كده سنة، اصلحها فوق سنة، ولعلمكم لازم يكون بالظبط عشان لو ما عملتش بالظبط تبقى مشكلة، مش ينفع اظبط هنا الابعاد دي كده، لازم يبقى لازم ايه اظبطها من خلال الاسهم دي. نشوف كده بنجرب. مناسبة ولا مش مناسبة؟ شوف البوزيشن تاني ده، تكتشف أبعاد كتير أوي مختلفة. أنت شايف كده إيه كده، تحس إن هو عايز تاخد بارتيشن إيه يعني كده. دوس كنترول رقم 3، لأ مش ده، يبقى ناخد الزد ولا زد عايز تعمل تيشن يعني منها. دي برضو مطلوبة، ودي محتاجة. ايوه بس كده حلو. ونجرب بقى، لازم الجزء بتاع العربية تجرب العربية في المنطقة دي، هي عايزة كمان تنزل، نزلت معاك والدنيا شايف معاك قشطة أوي كده، هنخش في بعديها بقى. عايزة تنزل كمان سنة، بس أنا هاوي على فكرة برضه المجال ده أوي، هاوي الكباري بالذات عن البرمجة أصلا، بعشق أنا أصلا كباري. لما اجي مثلا اكل ميكروباص واشوف كبير اتقال سبحان الله الناس دي عملت كبير دي كده ازاي. نزلها كمان سنة بس كده، وان الله يحب المحسنين. لازم عربية تمر من الحتة دي وترجع تاني، فيها مطب صغير ممكن يكون تأثيره مش قد كده. طيب نشغل كده عربية ونشوف. الكباري دي يا جدعان والله العظيم ليها دور مهم جدا في اللعبة، بتعمل لك قصة للعبة نفسها، بتخلي اللعبة بتشد المستخدم جدا. يعني دلوقتي هتعتبر نفسك بتلعب اصلا اللعبة، بتحس انت بتستمتع جدا، وخاصة انت رايح تدور على حد او الشخصيات او رايح تجيب حاجة او رايح توصل او تعمل سباق عربيات يعني الى اخره. يعني انت الحاجات دي اتعلمها لنفسك، مش مطلوب منك تتعلمها عشان تبقى تشتغل مهندس كباري. هي كده خلاص عدت العربية. طيب المفروض ترجع تاني بقى. انا خايف التوك توك ما يعديش من الحتت دي، هو ده مقلق منه، يضايقني قوي التوك توك بالذات عشان انا بحب اصلا التكاتك. طيب انا اصلا ايه كنت نفسي اشتغل سواق توك توك، حبيت اشتري توك توك اشتغل عليها. اه والله العظيم، فقالوا لي الموضوع كان غالي قوي والموضوع مش سهل يعني يا محمد القصه. طيب انا هعمل اس بريدج، مش عارف نحط احنا حطيناهم في الفول بتاع البريدج ولا لا، هنحطهم كلهم في الفولدر بتاع البريدج اللي هو اندرسكور بريدج. ادي واحد، ادي اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، بس كده. في بريدج تاني؟ مفيش بريدج تاني. الدنيا كده عندك قشطة اوي، خلاص امين. خلاص البتاع دي مانضمتش ليه؟ دي انضمت. طيب بريدج ده كده لو فكرت تاخده بريفاب اهو، وتاخده كوبي بيست وتحطه في حتة تانية، شايفين؟ طيب شكلها عملت زد لحاجة تانية. طب طيب خد البريدج ده بريفاب بيلد، حطها مع البيلد
ما تمسحوش هنا وتحطه تاني كده بقى، ما المقاسات هتظبط معاك. يعني حطه برفاب عشان ممكن تستخدمه في مشاريع تانية، او عشان لو اتلخبطت ولا حاجة قدر الله برضو عندي يعتبر ايه نسخة باك اب. خليني ابص بصة كده من بعيد من منظر كأني راكب طيارة هليكوبتر. انا ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيقدم الكوبي ده هيسرح جدا بقى كده ولغاية بس يسرح كده وغاية يوصل بس لغاية النهاية، مش مطلوب اوبتن كده بقى كده. نعمل لفة ليها عشان يسرح بقى، عشان خلي الكوبي ده يسرح ونشوف حاجة تانية نعملها. اخد ده كده كوبي، ومش كل مش كلهم كوبي، ده بس كده كوبي. كنترول دي لازم تكون على نفس اللاين، وهاند زد لا يبقى واي، لا يبقى روتيشن اكس. ربما الدنيا هنا مقاسات مش مظبوطة، مش عارف ليه يعني. خلاص هنعمل يدوي وخلاص، بس هنخليه يسرح، بس هنخلص واحدة اتنين والتانية كوبي بيست. يعني دلوقتي هنعمل كوبي بيست للاتنين مش واحدة بس، وربنا يستر بقى. ايه يعني نحاول نعمل بشكل كروكي، لان طبعا ايه الكوبي كبير قوي، وفي حاجات تانية عايزين نعملها غير ده. يعني في شغلانات تانية عايزين نعملها غير ده. نظبط اول واحدة طيب. انا قلت لكم الفكره يا جماعه، انا هوقف الفيديو لغايه ما اخلصها عشان ما يجيلون، عشان ما تزهقوش، لان في شغل تاني اللي انا هعمله دلوقتي. انا هوصل الكوبري ده لغايه اخر النهايه. انا مديت الكوبري ده للخط المستقيم من قدام، بس ما كملتهاش لغايه الاخر قوي، لان مش هشتغل انا في الحته في الاخر دلوقتي، مش هنشتغل في الحته دي، لان في حاجه مهمه عايز اكملها لكم. عايز نعمل نفق تحتيها. النفق ده في مسارين، مسار يرجعك تاني وفي مسار ينزلك لغاية الكوبري ده. المنطقة دي يكون فيه مطار، مطار تحت المية. المطار ده فايدته حاجة واحدة بس، ان طبعا انت بتعمل لعبة استراتيجية، في لعبة استراتيجية من زمان كنا بنلعبها من زمان، بس مش متذكر انا متذكر اسمها، بس مش ينفعش اقول اسمها يعني عشان ما اعملش اساءة للشركة المحترمة اللي عاملينها. اللعبة دي عبارة عن عساكر بيموتوا قاعدات عسكرية ومش عارف القصة بتاعه، ومطارات اتهدت ولعبة خلصت. شفنا كده مفيهاش أي تأثير، رغم أصلا اللعبة قصتها حلوة والأكشن بتاعها حلو، ولكن بس مملة. ناس موتوا قاعدات عسكرية وخلصت الموضوع ولا في أي حاجة. طب أنت بتعمل ليه بقى؟ لأن القاعدات العسكرية بتاعهم مكشوفة فوق السطح. فأنت لو تعمل لعبة استراتيجية والقاعدة العسكرية بتاعتك وفيها الملك أو فيها المطارات بتاعتك مستخبية تحت الأرض وبتطلع تحت التنفيذ معين، فهتلاقي اللعبة بتاعتك فيها دراما، فيها أكشن، فيها شغل جامد يعني. فعشان كده دي فايدة المطارات والقاعدات العسكرية بنعملها إيه تحت البحر. خلينا نجرب الطريق اللي عملته ده عشان هو عايز أوريكم حاجة. أنا ماشي أهو في أمان الله. في مرحلة معينة لازم أسرع فيها العربية قوي عشان أقدر أوصل اليابس، وده مش عامل بلديت يعني، ده أنا عاملها عشان مش عاملها هي مؤقتا كده عشان لسه مكملتهاش. يعني عشان أوصل اليابس لازم أسرع قوي يعني كده بقى كده. أمشي وان واي كده بقى، هبطأ شوية عشان عايز يسرع جامد قوي في الحتة دي. وشوفوا بقى المنظر، انا هوقف هنزلها تحت هنا، اكبر الشاشة مش عايز تكبر مني مش عارف. الاكشن الجامد بقى اللي هيحصل دلوقتي حالا، هعمل زوم في المنطقة دي. ركزوا بقى في حتة، اول ما توصل العربية في الحته دي، شايفين بقى شايفين بقى المنظر الجامد. طيب خليك بقى انت بص على العربيه بتاعته وهي ماشيه، ممكن تعمل مغامره في الجزء ده بالذات. بص بقى ناحيه تانية على الشاشه التانية على اليمين، شايف
ارجع بقى للعربية بتاعتي، شوف هو نقطة من فين. ممكن تعملها مغامرة، انا بوسع على الماوس بتاعي، ممكن تعملها كمغامرة يعني. انت بقى لو نزلت تحت، يا رحمن يا رحيم عليك. شكرا شكرا شكرا. على فكرة هي محصلش حاجة، لأن طبعا المية عبارة طبقة صغيرة بس، اطلع فوق تلاقي المية فوقيك. هنا ممكن تصمم مدينة أو مطار تحط فيه طيارة بتاعتك، بتطلع من اليمنى دي في حالة الحرب أو أي حاجة. احنا عندنا طيارة مدنية نحطها، هنحط عدد حاجة كده تنزل هتسرح بقى في الفضاء. طيب أنا هفتح الكمبيوتر بتاعي، في طيارة مدنية عندي عشان بس التذكرة فيما بعد في المستقبل، مش هنحركها ولا أي حاجة، هنحطها بس كمنظر. FBX أنا مش عارف كانت اسمها ايه بصراحة، أسلحة، توك توك، دبابات أخرى، جزء خاص بالطيارات، كباري حديثة، بيترو. عايز افتكر اسمها يا ربي، بس اريا 730، اللي هي طيارات تقريبا، هي دي دي الحتة اللي هي مش دي بصراحة. دي دول كباري حديثة، مترو منزل تحت، منزل تحت ده مهم جدا، نسيت استخدمه بصراحة. ده المنزل بتاع المترو. مينفعش انا. طيب أسلحة، توك توك حقيقية، أرجع تاني حقيقية أشوف. طائرات، طائرات اهي، استخدم أي اتنين منهم. طائرات مثلا هستورد الاتنين دولت في المشروع بتاعي مثلا، وهقفل عشان هتاخد وقت في، هي هتاخد وقت في الرفع في اكسبورت. اسمها اير مثلا، اندرسكور اير ايربورت. هوقف الفيديو يعني وارجع لكم تاني لما الطيارات دي تخش. كده الطيارات عندي كده اتحملت عندي، ممكن ادخل طيارة واحدة بس عشان نشوفها. سوري، وران تركي بتاعتها عملت اتنين، اخلي واحدة بس واطلع حضان شوية، ممكن اعمل اكتر من كده بس لما يجي وقتها بقى نعمل هي المطار. هنحدد حجم الطيارة دي بناء على حجم العربية وحجم الرصيف، مينفعش نحدد حجم دلوقتي، ان احنا ايه مش هنعمل مطار دلوقتي. احنا كل اللي هنعمله نفق كوبري، هنا في مية وغاز عملناه هيد. الكوبري ده هنعمله لازم يكون منزل تحت، فمحتاجين ناخد نسخة من أي واحدة من القريبين دولت. ده برضه يعتبر كوبري. ده يعتبر كوبري منزل. خد الكنترول دي، انزل تحت كده، روح عندها وبعدين انزل تحت، اظبطها معاه وانا نعمل روتيشن تحت يعني. بس اهم حاجة اخلي الاخضر ده اللاين ده يبقى زي على نفس المقاس. هي سهلة مش صعبة. الخريطة بتاعتنا هنعمل ايه؟ في طريق جاي، او دي هتكون تحت على الارض، في طريق رايح هناك، في طريق يرجع تاني، في طريق يكمل تحت هناك لغاية المطار. طيب اهو، بس محتاجين نلفها، نلفها تحت كده ماشي. بتتزبط من اتجاهات مختلفة. الطريقة دي خليني اظبطها، لو هتطول انا هعملها في باك جراوند. وايه لو هتطول بقول هعملها في باك جراوند.
وبقول لكم انها خلصت. يعني شكلها كده فعلا هتطول، ان في تظبيط من حتة كتير جدا. طيب انا هقفل الفيديو اول ما اخلص الجزء ده. تمام، بص بصة كده كمان. ماشي، مش معترض، لا مش هطول، هي كده تعتبر خلصانة. على فكرة النفق اللي هنعمله ده هيبقى ليه كفر، الكفر بتاعها هيكون زجاج، بس هي على فكرة مش مظبوطة من ناحية الجزء ده، فعايزة تتعمل لها روتيت. يعني ايه سنة روتيت؟ ممكن الروتيت تعمل ده تبوظهولك اكتر. انا هظبطها في باك جراوند وارجع لكم تاني. والله ما عايز اظبطها في باك جراوند، انا ايه يعني عايز اعلمكم برضو، بس انا ايه عشان ناس بس ما تزهقش. يعملها كده مثلا اهو، اهو خلاص كده طب خلصت. لو المطب ده عاملك عامل حبة أزمة، ممكن اظبطها مع طريق ايروتي. ممكن ادوس كنترول 3، ارفعها 6 7 كده حلو قوي. 7 شوف رقم 8 تنفع معاها؟ لا لا، هي عايزة 7 بوينت حاجة بقى، 7 بوينت مثلا 1. جرب بوينت 3، يعني ظبطت من حتتين يمينة. طب بقينا نعملها روتيشن من ناحية الواي. طيب بس بتاعها النجت، اعمل روتيشن من ناحية الاكس. لا، عايز تعمل روتيشن من ناحية الواي. لا، يبقى روتيشن من ناحية الزد. اعمل روتيشن من ناحية الزد بعدين خليها تتاخر. خلاص بص، انا هعملها في الجرامات واظبطها، لان دي هتطول قوي قوي يعني كمان الجزء ده بالذات، وارجع لكم تاني. انا كده خلاص ظبطتها، خلينا كده نجرب ونشوف تيست. نكبر الشاشة بتاعت اللاين بتاعت الرام تايم، اشغل لعبة. انا كده بنزل، مفيش مشاكل خالص، بس تنزل هتلاقيها نزل تحت قوي. طيب خلينا بقى ما نشوفها لما تطلع. انا جربتها، بس انا بجربها تاني ايه قدامكم. يعني في صعوبة في الطلوع عشان هي ايه منزل تحت قوي. طيب لو مش هزار، ناقص بقى في جزء مهم هنعمله في الحتة دي، وممكن ننهي الفيديو بعديه، بس بعد ما نعمل بيت النفق. يعني هو النفق مش صعب، يعني مش هياخد وقت طويل. ان اصلا لازم اعمل كيوب، ده عندي هنا لازم اعمل كيوب. كيوب حوالين ده، على فكرة ده البوزيشن والروتيشن بتاعها. الكيوب ده عبارة عن ايه؟ يغطيها عشان النفق ده تحت المية. تعالى كده نجرب نشوفها وهي تحت المية، نشوف ايه اللي هيحصل. انا مجربتهاش بصراحة وهي في المية. جيمز ممكن نخليها من غير المية، بس هيبقى استعباط يعني، فلازم يكون نفق تحتيها، لازم يكون فيه مية، فلازم يكون مغطي بمية. واصلا على فكرة المية نزلت من تحت. في حاجة كده بقى ممكن تخليها كده، تخليها كده بالمية، خليها بقى النفق من أول تحت. يعني هي نزلت، ممكن النفق بتاعت المية ممكن من أول إيه، من أول هنا كده. طيب في حاجة تجربة كده صغيرة عايزين نعملها، هناخد كوبي بيست من البريدج ده، بس أنا عايزها تنزل تحت الأرض. طيب كنترول دي اعملها روتيشن،
انزلها تحت، نزلها تحت كمان، اعملها كمان روتيشن ازق خط المستقيم. ممكن على فكرة يكون ماشي تحت المية، ممكن على فكرة تبقى فكرة حلوة يعني، لو عملتها نفق ماشي تحت المية أو على المية أو على المية نفسها تبقى جميلة أوي. وبعدين بقى هتبدأ تنزل المية، هتبدأ تنزل تحتها شوية، بس ارفعها انت بقى، ترفع بعديها هي كده طبيعية، تعتبر على المية. خليها فيها شوية مية كده عشان نجرب حاجة كده كده. كل ما تمشي قدام، وممكن كمان تنزل، ممكن ننزلها عشان تنزل كده كده، في خلي جزء كده على المية وخلي جزء تحت المية، يعني شوية أكشن كده حلو. نجرب كده نبص عشان تحس هي مغامرة يعني. لازم تطلع شوية. طيب الجزء ده على فكرة جامد قوي، عاجبني بصراحة، مش عارف هو عاجبني في ايه بس هو عاجبني وخلاص. طيب كده حلو، كان نفسي اطولها شوية كمان عشان الناس وهي ماشية تشوف شكل المية. حاول ننزلها تحت، خلاص كنت بزلت ان انا هيست في حاجة كده. طيب ننزلها سنة سنة، انا عايز الناس وهي بتشوف البتاع ده وهي راكبها تشوف المية شوية، بعد كده تنزل نفس، بعد كده تنزل، هتبقى جامدة اوي. كنترول دي جرب كده، جرب كده بقى عشان انت بتلعب لعبة شايف برضو المية حواليك، تبقى جميل اوي يعني. هنجربها في الذهاب والإياب. كده يعني حتة مضايقاني ايه اللي مش مظبوط قوي كده في الذهاب، تبقى والله ممتازة جدا. هي وقعت خالص. طيب هروح الحتة دي، الكوبري ده لازم ارفعه شوية، سنة مش المية جاية عليها خالص. مش عايز مية تيجي عليه اصلا. كده المية جاية عليه يعني ايه، اظبطها قوي يعني. في نفس الوقت بمشي، انا عايز امشي على المية اشوف المية حواليا، وفي نفس الوقت ما يكونش فيه مية أصلا في الجسر. لا كده كده في مية، يمكن محتاجة شوية روتيشن ولا حاجة. لا مش محتاجة روتيشن ولا أي حاجة كده. الحتة دي خلصت، ناقص دي بقى تتظبط. هي الفكرة دي لسه حديثة يعني، لسه جالي في دماغي حديثة يعني. ممكن كمان اعمل طريق سريع ليها كمان، حلو اوي يعني. حتى كمان لو كوبري مفيش، لو مطب صناعي شغال، مش هقولك لا.
شغال. هفكر كده هعمل لها، هي اصلا مسافة كمان بعيدة، مش بعيدة قوي يعني. كده خلاص خلصت. انا ممكن اعمل واحدة كمان زي برضو، مش خسران حاجة. كنترول دي هي دي اخر واحدة وبس. وبعدين على فكرة هي واحدة، هي دي وبس، وبعد كده فيديو جاي ان شاء الله، عشان احنا طولنا قوي. نبدأ بقى نصمم بقى النفق. هي بس كده، هي بتعمل لك طبعا ايه شكل ممتاز. كده بقى في منتهى الروعة والجمال. ناقص بقى من اول هنا تبدأ تنزل بقى، عشان ننزلها بقى اقول لكم الحاجة بالمرة كده. احنا فيها كنترول دي اهو، كأني بمشي على البحر. اعكسها كده، نزلها كتجربة بس صغيرة في السريع، وبعد كده ايه عشان عايز اجرب العربية وهي نازلة المية، عشان بصراحة انا عايز اخش انام. نفق اهو، فين اخف كده المية دي، فين هي المية، مية اخفيها كده. اصلا نزلت تحت الارض. طب وكده غلط، انا نزلت تحت المية. طيب مفيش مشكلة، حتى لو نزلت تحت الارض مفيش مشكلة، مش هتخليها تكمل كده، هتخليك كان في سكة تانية، فكرني بصراحة في السفينة بتاعت تايتانيك. بس خليني أظبطها الأول. خليني أظبطها وبعدين بس كده انا اظبطها مش قوي يعني. بعدين الحاجات دي هبدأ في الاجرانيومين بس تروح وخلاص. بعدين هتنزل، ممكن اعمل نسخة تانية بقى من نفسها. يهمني بس ماشية، يمين بس هي كده ماشية. طلع فوق بس، هو ده اللي يهمني. انا عايز اشوف هي ماشيه في الميه اللي يحصل. وهي بتغرق يعني، بس طبعا ده مش منطقي خالص. ارجع تاني بقى الميه، وطعم شويه دي، وفيديو جاي ده ان شاء الله، او محاضره قادمه ان شاء الله، هنبدا يعني نعمل ليها كفر، بحيث ان انا نازل اشوف الميه ايه حواليا، اشوف ميه حواليا وانا ماشي تحت الانفاق، وانا ماشي تحت البحر يعني. تبقى جامده قوي يعني. خلينا ننزل اهو. دي غلطة، الغلطة دي هصلحها في الباك جراوند. هيبدأ ينزل تحت، المية فوقيها هناك، وتغطس في قلب المايه. المفروض كده ايه، انا كده نزلت تحت قاع مايه خالص. طيب الكوبري حصل له حاجة؟ الكوبري غرق ولا بتهيألي؟ هو الكوبري اصلا اتقلب، حتى لو عربية اتقلبت الكوبري اتقلب معاه.
ولا انا عكس؟ لا انا عكسها، ما تقلبش بحاجة. طيب اشكركم كده من خلالكم هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.